والآن متابعة لأخبار الطقس والأحوال الجوية. وقفة أخيرة مع مصطفى مزار. مصطفى من جديد شكرا محمد، شكرا إلهام، أهلا بكم من جديد مشاهدين الكرام في محطة ثالثة والأخيرة نستعرض فيها درجات الحرارة المتوقعة غدا بإذن الله. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الجمعة طقس حار على القاهرة الكبرى والواجهة البحرية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، كما يسود ليلا طقس مائل للبرودة على أغلب الأنحاء. وفيما يلي مشاهدين الكرام بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا بإذن الله على محافظات ومدن الجمهورية، نبدأها من محافظة القاهرة، وفيها درجة الحرارة العظمى تشير إلى أنها 26 درجة والصغرى 15 درجة يكون الجو فيها حار. في الأسكندرية 22-15 الجو فيها يكون معتدل، في مطروح 21-15 والجو فيها أيضا معتدل، في بورسعيد 23-16 وأيضا الجو فيها معتدل، وفي الإسماعيلية 27-16 يكون الجو فيها حار. أما عن محافظة السويس فدرجة الحرارة العظمى هناك 27 درجة مئوية والصغرى 16 درجة ويكون الجو فيها حار. في العريش 24-15 مائل للحرارة، في طابة 30-20 مائل للحرارة، في شرم الشيخ 35-21 يكون الجو فيها حار، وفي الغردقة 35-22 يكون الجو فيها حار. أما عن محافظة الأقصر فدرجة الحرارة العظمى هناك تشير إلى أنها 36 درجة مئوية والصغرى 22 درجة ويكون الجو فيها حار. في أسوان 37-21 والجو فيها أيضا حار. أما عن الوادي الجديد فدرجة الحرارة العظمى هناك 35 درجة والصغرى 22 درجة، الجو فيها حار. في شلاتين 29-23 الجو فيها حار. وأخيرا في حلايب 27-22 يكون الجو فيها مائل للحرارة. الآن مشاهدين الكرام نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.